مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هنا ان شاء الله نقدم لكم واحد الموضوع خاص بغاز الامونيا. غاز الامونيا شحال واحد يعني مبتدئ، مربي مبتدئ في تربية الارانب كيصحاب بلي هاد الاسماء بحال هكا صعيبة، يعني واش اسماء طبية ولا مهنية ولا احترافية؟ لا، ضروري ان هاد يعني مثل هذه الاسماء ضروري اننا نحفظوها. يعني اسماء سهله ماشي شي حاجه. غاز الامونيا، غاز الامونيا اسمه هو، وهو يعني ببساطه كاع ملي كندوزو من مكان ديال الارانب كنشمو واحد الريحه يعني شبه كريهه، هي ماشي كريهه ولكن الريحه ديال الارانب. انا تمنيت كون يعني كان الفيديو كيوصل حتى الرائحه، يعني غادي نوصل لكم هذه الرائحه اللي عندي انايا. انا كان عندي شي اصدقاء عندهم يعني التربيه ديال الارانب، ملي كندخل يعني كندوز من حدا المكان ديال التربيه ديال الارانب كنشم واحد الرائحه. هذيك الرائحه الحده ديالها على حسب النوع، يعني الدرجه ديال 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 الرائحه، يعني على حسب الحده ديال الرائحه. اذا كانت قويه بزاف عدوا بلي هذاك الارانب راهم عندهم غاز الانيميا، عفوا الامونيا، غاز الامونيا. اذا شحال من واحد كيمشي كيسمح في الارانب ديالو، يعني كيبقى ينقي عليهم من سيمانه لسيمانه مثلا. كاين الناس اللي دايرين يعني واحد هو اللي كيراقب لهم هذوك التربيه ديال الارانب، وداك الشخص يعني ما كي كيقول له صافي انا من سيمانه لسيمانه ولا من واحد الوقت عاد نقدر انني يعني نقي عليهم. بالنسبه لهذا خطا كبير. بالنسبه لهذا الموضوع هذا، وهو اغلبيه كيكون في التربيه الارضيه. ان الناس اللي مربيين تربيه الارضيه انا ديما كننصح بليكاج. ليكاج يعني كما كتشوفوا معايا هاد الميكا، هي انتما ميكا سميكا. هاد الكاج كله دورت عليها بهاد الميكا، هادي طاحت عليا ب 20 درهم. 20 درهم راه ما كتمشيش في النجم. انا كتربط ربطه عاديه، يعني متاح، ممكن انكم ديروا السلك، ممكن انكم ديروا يعني كتانه ولا كورده، ولا كتربطوا على اربع جهات. انتما الجهه الثانيه مهم مربوط على اربع الجهات، كدير الثقب في الوسط. انتما واش كيبان لكم؟ راه هما هذاك الثقب في الوسط، يعني فيه واحد 15 سنتيم على 15 سنتيم. المهم هذا الشيء كيوصل لمن كيوصل لواحد الاناء. هذا الاناء ها هو ممكن انكم تخلصوا منه ولا ديروه في خنيشات وتحيدوا داك الشيء. هذا الشيء بالنسبه يعني ليكاج. ولكن كاين نوع ديال المربي اللي غادي يديروا ليكاج ولكن في نفس الوقت دايرينه في واحد الكراج مثلا. هذاك الكراج يعني عنده غير باب واحد، يعني كيدخل كيقول بلي صافي انا راني مزيان داير التربيه ديال الارانب مزيان. اولا الشمس ما كتدخلهمش، ثانيا ما دايرش شي مكان ديال التهويه. كونوا متاكدين ان ديك الارانب اللي كيكونوا بحال في هذه الحاله كيكونوا ماشي نورمال، ماشي طبيعيين. اولا كتلقى الامهات ملي كيتلقحوا يا اما كيرميو قبل الوقت المحدد ديالهم، يا اما كيتعطلوا في الولاده وكيبقاو الاجنه في الكرش ديالهم. كلشي من هذا الغاز ديال الامونيا. علاش الغاز ديال الامونيا كيدير هذا الشيء؟ لان الارنب فيما كتشوفوا يعني كيتنفس تنفس عادي نورمال، يعني تا مثلا الشمس الى تعرضت الجسم ديال الارنب تعرض للاشعه المباشره ديال الشمس كتحسوا به كاين هذا يعني فوق العاده. انتم لاحظوا معايا ان هذا القطيع ما كاينهادش هانزو، يعني ساكت ومهدن. في نفس الوقت ممكن ان الاشعه ديال الشمس اذا تعرضوا لها يبقاو ينهتوا، وفي نفس الوقت غاز الامونيا حتى هو كيخليهم كينهتوا بزاف. علاش؟ لان الجهاز التنفسي ديالهم كيكون يعني مسدود. اذا كان الجهاز التنفسي مسدود كونوا متاكدين ان الارنب ديالكم ما كيعيش بواحد الطريقه مزيان. خاص ضروري التهويه، يعني المكان ماشي من لابد. ديما كنعاتب الناس اللي كيديروا التربيه الارضيه. التربيه الارضيه
هذاك المربي غادي يكون في الاول كينقي، غادي يكون عنده ديك الحماس ديما، كيكون واحد بدا يدير مشروع جديد كيبقى ينقي، من بعد كيبدا يقول ايوا صافي خلي حتى السيمانه الجايه عاد نقي عليهم، 3 ايام 4 ايام 5 ايام حتى كتولي في السيمانه، كيولي كيتكون واحد 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 يعني فضلات كتكون وكتلصق في السيمه، يعني واخا كدير كتغسلها ما يمكنش انها غادي تحيد الريحه، حنا كنهضروا على الريحه، خاص المكان يكون مهوي الى باغي الارنب ديالك يكون مرتاح. هذا الغاز هذا راه غاز خطير، ممكن انه يضيع المشروع كله، يعني المكان خصو يكون مهوي. لاحظوا معايا انني هنايا، شوفوا الشميشه اللي ضاربه، هاد الشميشه هادي راها كتوصلهم كل الصباح، يعني كننزل عليهم هذا الغطاء هذا هو، ولكن هاد الريحه هادي انا قلت لكم كونوا متاكدين ان راه ما عنديش انا تبارك الله الريحه ما عنديش ديال الاراني، ما كاينش يعني شي واحد يدوز من تحت الدار ومثلا يشم ريحه ديال الاراني، لان انا ماشي راني داير شي ارض قطعه ارضيه ودير فيها الاراني، راني داير مغير في السطح ديالي، يعني عندي الدويره ديالي ودير فيها في السطح داير فيها اراني، ولكن راني عاطيهم في الحقيقه وقتي كله، يعني ما كنتحركش لشي جهه الا الا مشيت للخدمه ديالي. هاد الايامات راه كاينه الازمه ديال كورونا، فيروس كورونا عافاكم الله وعافى جميع المسلمين، ويا ربي يبعد علينا هذا الوباء والناس يمشيوا الخدمه ديالهم بطريقه طبيعيه. اذا كما قلت لكم اعطي كل وقتي لهذه الارانب، يعني كنقي تنظيف اليومي بشكل يومي، يعني المراقبه بشكل يوميه، كونوا متاكدين ان الارانب كيكونوا مرتاحين، كيوليو يعني خدامين معاك، يعني كيولدوا كيتلقحوا مزيان، كيولدوا مزيان، كيراقبوا الصغار ديالهم، المهم كيخدموا معاك بالعربيه، كيخدموا معاك. اذا حاولوا ان كاع اللي داير الاخطاء من هذا النوع، مثلا كان شي بيس وما مهويش، حاولوا انكم تهويوه، يعني تخليو مدخل ومخرج، يعني يكون واحد التيار هوائي اللي كيدور كيحيد هذيك الروائح اللي كاينه في المكان. بالنسبه للناس اللي دايرين في السطح صافي، راه كيكون الهواء يعني متجدد، ما يخافوش من حتى شي حاجه. اذا غاز الامونيا، حداو من غاز الامونيا، وكيفاش تعرفوا باللي الحده ديالو بزاف؟ راه غير من الريحه ديال الحده كما كنقول لكم ديالو، راه غادي تشموا نتوما غادي تحسوا بها راسكم، منين تشوفوا الريحه ولات مجهده عرفوا باللي راه ديك الارانب حتى هما راهم مخنوقين من ذلك الغاز، وممكن انه يضرهم، وانتم ما تعرفوش علاش هذوك الارانب، يعني شخص صادقين له وشخص ما صادقينلوش، راه ممكن ان المكان اللي انتم دايرين فيه الارانب راه ما مهويش، العربيه ما مهويش. اشعه الشمس، شحال من واحد في لي كومونتير كيقول لك واش اشعه الشمس ضروريه، انا ما عنديش اشعه الشمس، ممكن ان الشمس ما تكونش داخله عندكم، الشمس راه معقم 100%، ولكن القضيه ديال التهويه ضروريه، ماشي التيارات الهوائيه المجهده، يعني باش ما يتصابولكش بالزكام، ولكن يكون المكان مهوي، يعني كيدخل البرد وكيخرج من الجهه الاخرى. صافي هذا هو، انا ما نقدرش نقول لكم، يعني انا كل واحد غادي يكون عنده يعني مقاييس مختلفه، كاين اللي عنده بيت كبير، كاين اللي عنده بيت صغير، المهم ان يكون عندكم مكان ديال دخول الهواء ومكان ديال الخروج ديالو، يعني المكان ديال الهواء كيتجدد، المكان اللي عندكم يكون فيه الهواء متجدد بشكل يومي. صافي، وان شاء الله المشروع ديال التربيه ديال الارانب غادي يكون ناجح 100%. علاش؟ لان هذا الغاز هذا راه كاين بزاف الناس اللي ما فاهمينش علاش، شنو هو الغلط اللي عندهم، والغلط هو ببساطه التهويه ما دايريناش. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، ما تنساوناش بجير زر جيم باش نبقى نصيفط لكم فيديوهات بحال هذا الشكل هذا. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، وتكيو على زر جيم، تكيو على زر الجرس، كيصل لكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.